بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخوة الحضور، السلام عليكم. نشكر تلفزيون جمهورية السودان في هذه السانحة في رحاب جامعة الشندي، وفي معية الأخ بروفيسور وزير الدولة بوزارة التعليم العالي، والأخ وزير التربية والتعليم والمعارف بولاية نهر النيل، والأخوة مدراء بعض الجامعات والقطاع، والأخوة العمدة. نحن في اليوم الختامي لفعاليات مهرجان الإبداع الطلابي القطاع الشمالي، نحتفل في هذه التظاهرة الكبيرة على مدى 3 أيام، وحقيقة كانت 3 أيام يعني ممتعة جدا جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لأبنائنا الطلاب من جامعات وادي النيل وجامعة دنقلة، جامعة الشيخ عبد الله البدري، جامعة عبد اللطيف الحمد، وجامعة الشندي. كانت المسابقات الرياضية والثقافية والتنافس كان شريف، ما يتخللته أي مشاكل، وكانت كل المنافسات يعني بتحكيم محايد، ونحن نقول لكل واحد فاز مبروك، والحظ أوفر للباقين في الدورات القادمة. لكن حقيقة ما شد انتباهي يعني الترابط بين طلاب الجامعات الخمسة، يمكن في يعني حماس زيادة في التشجيع، لكن كان بينتهي بوقت المنافسة، وفي ترابط وتآلف بين الطلاب في بعض من الخمسة جامعات. ونحن بالنسبة لنا في جامعة الشندي بنقول مكسب، إنه كان في ترابط بين الأساتذة وبين الطلبة بتاع جامعة الشندي، وده يعني خلى في وحدة بينه وبين الطلبة، ده كان موجود. الشيء الثاني، نحن في جامعة الشندي استفدنا من هذه التظاهرة في تأسيس وتأهيل البنيات التحتية من المسارح، ميادين، استفدنا من الغاعات، من المناشط، من هنا. يعني كانت تظاهرة بحق حقيقة يعني حدث تاريخي نحن نقول في جامعة الشندي، ونتمنى أنه الليلة في اليوم الختامي يعني نسهر بالمسهر الكويس، وكل الطلبة الفائزة وكل الجامعات الفائزة يعني تكون على الرحب والسعة، ونتمنى أنه يمتد التآلف والتواصل بين الجامعات كجامعات وبين الطلبة كطلبة بمختلف جامعاتهم. وشكرا والسلام عليكم.